الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. قررت وكالة كابيتال انتليجنس، وهي وكالة دولية معنية بالتصنيف الائتماني للبنوك حول العالم، قررت تعليق التصنيف الائتماني لمصرف الجنوب الإسلامي المدرج في بورصة العراق. وأوضحت الوكالة أن ذلك القرار جاء بسبب عدم وجود بيانات مالية محدثة، وكان التصنيف الائتماني لأصول البنك المقوم بالعملات الأجنبية طويلة الأجل عند درجة بي سالب وقصيرة الأجل عند درجة بي على التوالي بنظرة مستقبلية مستقرة. تشهد مدينة الموصل ارتفاعا كبيرا في أسعار شراء وتأجير العقارات وسط تضخم سكاني ومعدلات بطالة عالية منفكة تسجلها المدينة في الآونة الأخيرة. ويشكو سكان الموصل مما وصفوا بعدم توسعة المدينة على الرغم من الوعود الحكومية وإعلانات التعاقد مع شركات إعمار تتولى بناء ما تهدم إبان معارك عام 2017، الأمر الذي فاقم من أزمة السكن في المدينة وخفض من معدلات شراء العقارات. ألقى النائب الإداري لمحافظ البصرة ماهر العامري باللوم على الحكومة في بغداد وحملها سبب تلكؤ المشاريع في المحافظة بعد أن كشف عن أن وزارة المالية أرسلت 111 مليار دينار فقط من حصة المحافظة. أضاف النائب أن ما أرسل هو فقط مخصصات المشاريع التشغيلية، أما المشاريع الاستثمارية فوعدت بتسديدها بعد إكمال التعديلات على جداول الموازنة هو السبب وراء تلكؤ عدد كبير من المشاريع، ولافتة إلى أن تأخر صرف تلك الأموال أثر بشكل كبير على عمل الشركات المنفذة للمشاريع داخل محافظة البصرة. ارتفع حجم الحركات المالية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني خلال العام الماضي إلى 9.8 تريليون دينار عراقي. قال البنك المركزي العراقي إن هذا الارتفاع دليل على توجه المواطنين والموظفين إلى استخدام الدفع الإلكتروني، لا سيما بعد مشروع الجباية الإلكترونية، مشيرا إلى أن عدد البطاقات المصرفية خلال العام الماضي بلغ أكثر من 18 مليونا بعد أن كان 10 ملايين خلال عام 2019. تعرضت الأسواق الإيرانية إلى ارتباك واضح على خلفية تصاعد احتمالات وقوع حرب مع إسرائيل بعد الهجمات التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية. وبدأ نزيف بورصة طهران بخسارة 54 ألف نقطة، ثم استمر لتسجل هبوطا جديدا أكثر من 11 ألف نقطة بعد وبالمجمل وسط مخاوف شديدة أخرج المستثمرون الإيرانيون أكثر من 2800 مليار تومان، ما يعادل أكثر من 43 مليون دولار من البورصة خلال يومي السبت والأحد الماضيين. إلى أسعار العملات والمعادن. اللقاء.